اللي بيحترم وبيقدر يستحمل الملوحة العالية في المية، قلة المية والجو الحر، حتى لما بيحبوا يغطوا الأرض بحشائش مش بيستعملوا الحشيش الأخضر، لا بيستعملوا صبارات زحافة تقدر تدي المنظر الجميل بدون ما تستعمل مية كتيرة. هنا في الجونة بنقوم أول حاجة عملية جمع المخلفات من جميع المناطق اللي في الجونة، سواء كانت أوتيلات أو كافيهات أو ريستوران أو بلوكات منزلية، وبنقوم بجمعها وتوصيلها هنا عن طريق عربيات مجهزة مخصصة لعملية إعادة تدوير. أول عملية بتقابلنا هي عملية السبريشن، عن طريق بنستخدم حاجة اسمها سورتينج بيلت كونفير أو سيور فرز، ودي بيقف عليها من 6 لـ7 عمال، كل عامل بيقوم بتجميع نوع معين من أنواع المخلفات. عندنا طبعا انواع المخلفات زي الكارد بورد الكرتون، عندنا البيبر، عندنا البلاستيك ب7 انواع، عندنا البي اي تي الازاز المعدنيه، عندنا الكنزات الالومنيوم كانز والميتال، وبعد كده بنوصلها للمرحله الثانيه اللي فيها بيتم كبس المخلفات وارسالها لشركات.